مفهوم الـ inner class or nested class، معنى ذلك أنه أنت عندك كلاس داخل كلاس آخر ويمكن يشتركن في نفس البيانات وما لا ذلك. فمثلا نشئ كلاس نسميه هوم كلاس، وهذا يستقبل لك النيم عبارة عن السترينج، وهنا أسندنا القيمة مباشرة إلى الـ variable name، وعملنا initialize as constructor، يعني constructor يتنفذ بصورة مباشرة أثناء عمل initiating من instance من هذا الكلاس. وريد نضيف كلاس آخر، هذا الكلاس نسميه على سبيل المثال nested class عادي، يعني كلاس احتياط، حسيه الكلاس داخل كلاس يعني nested class، وضفت له initiating تقوم بعمل طباعة لهذا. هسه احنا ما عملنا اي شيء جديد، مجرد كلاس داخل كلاس. طيب اريد اعمل هنا instance من عده، فراح اقول اوكي كلاس cls1 هو راح يسوي عندك الهوم كلاس، الهوم كلاس. الان عملت ايش؟ عملت انستانس من عنده، وابدا امرر له مثلا على سبيل المثال النيم على اساس يكون مثلا صفر بهذا الشكل. طيب الجهه او حتى اوصل للنس دي كلاس اللي هو موجود كلاس داخل كلاس، بطريقه بسيطه جدا، بدل انه انت تعمل انشيتك من هوم كلاس عقله دوت نس دي كلاس بصوره مباشره. هذا مفهوم النستد كلاس. طيب ايش معنى انر كلاس؟ لاحظ انا هنا لما اجي اطبع النيم، اوكي لما اجي اطبع النيم راح اقول لك اوكي ما يصير انه انت تستخدم هذا الفاريبل، هذا الفاريبل هو تابع لهذا الكلاس، وهذا الكلاس يختلف كليا عن الكلاس الرئيسي. صح هو نستد بالنسبه الي، ولكن هو يختلف، وبالتالي انا احتاج ان اقول هذا الكلاس هو عباره عن inner class، اي بمعنى انه هذا الكلاس هو بالحقيقه تابع لهذا الكلاس كinner class، وبالتالي تستطيع انه تطبع النيم. وبالتالي هنا أنا تحتاج شنو؟ تحتاج انه تمرر له الناس الكلاس الخاص، يعني الباريمتر هنا بصورة مباشرة. طبعا الآن أصبح عندك nested class، تستطيع أنه تعمل انستس من عدة بصورة مباشرة. إذا هذا بصورة عامة معنى الـ inner class، كلاس هو يتبع للكلاس الرئيسي ولكن يكون inner بالنسبة إليه.